لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صاحب السماحة رئيس الحفل المبارك وأصحاب المعالي وإخوتي، أنا قارئ لحفظ القرآن الكريم من مدرسة شارع فيصل في تلمذ الأستاذ مولانا غلام محمد حفظه الله تعالى. إنه لمن دواعي المبتدي والسرور أن أقوم بين أيديكم وأتكلم عن نبذة من سيرة سيد ولد آدم عليه السلام. أنبأنا كتاب الله عز وجل وهو أصدق الكتاب أن الناس كانوا قبل بعث نبينا عليه السلام والسلام